بالفعل موهبة فنية متعددة وإنجازات متنوعة، والغريب أنه جميعها خارج نطاق دراستها الجامعية. خلينا نستقبل ويانا الفنانة سارة خالد عنوان حتى نقول لها نشوف شلون أنه قدرت تبدع بهالفن. يسعد صباحك سارة، أهلا بك. يسعد صباحك. صباحكم. نورتينا. أهلا بك. الله يسلمك. طبعا بالبداية حابة أبدي وياك بالرسم على هذه القصص الحلوة. احنا كنا دائما لما صغار ناخذ قصص مثلا، ممكن حتى على مود انه الرسمة الموجودة مثلا شيء جذبنا، يعني يمكن القصة احنا ما نعرفها ولكن هذا شيء جذبنا اكثر فناخذها نشتريها. صحيح. حابة تحكي لنا عن هذا الموضوع اكثر. اول ما اجينا الاربيل راسلت المجلات اللي تخص الاطفال الرسم. نعم. وتوفقت بهالشيء، يعني اشتغلت مجلة هيلاني مندلان لفترة 6 سنوات. أيوة. ينطوني القصة وأني أرسم المحتوى مال القصة. أيوة. بعدين صرت معروفة، يعني كل ما يطلبون رسامة ينطون اسمي. طيب سارة، يعني أنت ترسمين مثلا هذا على القصص الحلوة، ما جربتي مثلا مرة تكتبين قصة أو تحبين تكتبين هم من القصة؟ كتبت قصة. أيوة. بس في فترة الكلية يعني. حلو. وخلص يعني قصة حلوة. ما رجعتي يعني كررتيها للتجربة وحدة، لكن قصة إنه مثل السيناريو مع رسم همينة فترة الطفولة. أكيد. طيب سارة، إحنا دنشوف هسا حالياً مجلات الأطفال دتعاني من الإهمال من ناحية اللي خلينا نقول الأطفال أو الأهل أو حتى الأماكن العامة مثلاً، مو كلش مهتمين بهالشي. شنو رأيك أنتي؟ أكيد ويا وجود الموبايل والآيباد صح صارت لا جرائد اخذت مكانتها ولا المجلات ولا مجلات الاطفال. يعني صارت القصص، صارت مساحه اكبر لها. بالضبط، صارت كل هالقصص على الايباد للاطفال. والاهل يتركون الايباد بيد الطفل هو يشوف القصص. بس للاسف متعه الكتاب والقصه يعني غير. طبعا اكيد. صحيح. اكيد طبعا كانوا الاهل ممكن يشاركون يحكون القصه لاطفالهم. اي هسه الطفل هو وحده على الايباد يشوف يتعب وينام. بالضبط. نعم. طيب ساره، شلون نميتي هذه الموهبه يعني، ورسم على مثلا خلينا نقول الايباد او الكمبيوتر، هل هو اسهل هم بمتعه مثلا نفس مثلا الاوراق واللوحات اللي ممكن تكونين رسمتهم؟ هو اختصاصي علوم حاسبات، جزء منه ارسم على الكمبيوتر. نعم. او على اللابتوب الفوتوشوب يعني، وجزء من اختصاصي زائد الموهبه الرسم. ممكن يكون اسهل عليك حتى. هو الرسم بالايد ممتع اكثر. صح. بس هو كمجله ما يودون رسم بالايد لانه الخطوط ممكن تبين بالطباعه. أيه. هم يشترطون لازم فوتوشوب. يكون يعني هو اصعب اذا تكونين ترسمين مثلا على الكمبيوتر، اصعب لو اسهل؟ لا مو اصعب، بس بيفت خطوات انه ترسمين سكيج، تحبري. أيه. سكانر. ترجعين خطوات هوايه. خطوات. ايه يعني بس. طيب. انه من واحد يرسم فد لوحه متعبه بيها مساحات خضراء او شيء، صح ممكن بالفوتوشوب تحطين لون اسهل من انه بالايد. أيوة. يعني شيء اكو هنا شيء صعوبه وهنا بالضبط. اكيد ماكو شيء صحيح هيك بالسهل. صحيح. طيب انت مزجتي بين الاثنين، خلينا نقول الرسم التشكيلي والجرافيكي. اي مجال حبيتي يعني اقرب لك؟ اكيد تشكيلي. تشكيلي اكثر. مو يعني دائما الفنانين اللي يرسمون دائما يحبون هاي اللي هم يعني قول احنا من مزاجنا الموهبه الاصليه. صح. يعني المهنه اللي واحد من يمارسها يحس بسعاده اكيد هي فعلا الكل هيك. نعم. طيب سارة، شاركتي مثلاً معارض فنية أو تحبين تشاركين؟ إيه أكيد شاركت، صار لي سنين أشارك بمعارض تقام في أربيل وبغداد. همينة. حلو. شنو ردود الأفعال؟ أنا بالنسبة لي كلش سعيدة بهالمشاركات هذه، خصوصاً إنه واحد انقطع عن بغداد فترة وجماعة بغداد فنانين دا نلتقي بيهم بأربيل، والعكس جماعة أربيل أو الإقليم تروح لبغداد هناك تسوي مشاركات. والردود الأفعال يعني من قبلهم كلش سعيدين بمشاركاتنا، وإحنا نفس الشيء. حلو. طيب سارة، تصميم خلينا نقول الأزياء، شلون قدرتي تدخليها بهاللاين؟ هو العدة فن في شيء، يعني عدة ذوق أو فن، فنان بكل شيء. أكيد فعلا. يعني ثاني عندي رغبة أكيد للإخراج السينمائي والتلفزيوني. زائد التصوير عندي كلش هم فن بي، زائد الديكور، زائد تصميم الازياء، زائد الرسم. العده ذوق بالرسم او اي شيء يبدا كل شيء. من اطلع للسوق واحط ببالي في التصميم معين، مو اطلع هيك يعني. نعم. ما القى هالشيء طبعا، ما القى.
فمن فتحت دورة لتصميم الأزياء شاركت بيها. حلو. قلت على الأقل أنه أتعلم الخياطة، هي بيها جزء يعلمك الرسم. أي. أنا ما أحتاجها. الجزء الثاني تعليم الخياطة بس من باب العلم بالشيء. أنه في حال فتحت مشغل الخياط أتابعه أو أوجهه. حلو. أي يعني هذا. حتى الألوان تنطين، بما أنه أنتوا هسه مثلا اللي يرسم دائما يعرف يعني شلون ينسق الألوان، تدرجات الألوان، فهذا الشيء بالتصميم همينة كلش مهم. أكيد. واستخدمت الرسم على الملابس همينة. حلو. حلو هذا الشيء أنه بتجمعين كل المواهب. بالضبط. حلو. هي بس بقت عندي يعني أمنية أنه أتعلم الإخراج السينمائي. هي أكو دورات موجودة في لبنان بس أتمنى هنا بس تنفتح بالعراق أشارك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب احكي لنا أكثر عن يعني التصاميم، مثلاً أنت شلون تفكرين تسويهم؟ أكو هواية مثلاً من المصممين اللي استضفناهم تقول مثلاً أكو مرات أنا كنت أحب قطعة معينة ما أشوفها ممكن تكون مريحة وتناسب الناس اللي يحبون يروحون للشغل، فحبيت أسوي هذه القطعة حتى الناس تستفاد أكثر. شلون إجت تجي مثلاً هذه الرؤية، أو لما أنت أصلاً تحطين إنه هذا الكولكشن هيك راح يكون، شنو الأشياء اللي تحب بين انه تخليها بالكولكشن ممكن تميز هذه المرأة اكثر؟ هو كل مصمم من يصمم بناء على ذوقه هو. صحيح. وطريقة لبسه هو وش يحب. أي. يقدمه للناس. فاكيد اني ذوقي اني شنو احب البس. انه اول شيء افتقدته بالسوق انه يعني واحد ينعزم بحفلة او مناسبة ماكو شيء بوقتها، يعني بوقت من فتحنا احنا هسه شوية جت الملابس التركية وكذا. صحيح. انه ماكو للمحجبات شيء ملائم. صحيح. يعني ردين و فعلا دائما كانوا يخلون لهم ردان ويبين شكله مو كلش حلو. صحيح. يعني صحيح. اي وهم بسيط نفس الوقت. أي. مو مبالغ به. اكيد. مو بس هيك، مو بس المحجبات ساره انت عم تحكي، يمكن حتى اكو بنات مو محجبات لكن يميلون انه يلبسون ملابس شلون نقول مثل ما انت يعني دا تقولين اصممها هيك للمحجبات، لا هم يحبون يلبسون الفستان الردانة الطويلة والفستان الطويل يكون محتشم. اكيد احلى شيء. فبالضبط فمدى يلاقوه بالسوق. بالضبط. او بالتصميم اللي ببالهم، يعني انا واحدة من الناس الاقي صعوبة الى ان القى الشيء اللي ببالي. صحيح. فاتمنى انه ارسم الشيء ببالي بس لا اعرف ارسم زين ولا اعرف اخيط، كل شيء ماكو بس ببالي وخلاص. صحيح. صحيح. يعني اذا نعاني كنا البنات من هالشيء. صحيح. هسه انا مثلا احب الستر بلبسي، اكيد هي اخذت حيز هوايه من تصاميم الستره يعني. نعم. طيب يعني احنا بدنا نشوف همين القطع اللي شفنا صورها والقطع اللي انت همين لابستها حضرتك انه هي بها شغل. هذا يكون شغل ايد هو، هل مثلا يعني كل عبايه او كل فستان مثلا ممكن يكون له شك معين خاص له، لو شلون يكون هذا؟ هو اكيد هو مو يعني هسه دارج خصوصا بالاقليم. اي ببغداد ممكن اكو الهاند ميد متوفر اكثر، انه يعني عاملين بهالموضوع او خياطين امهر، بس بالاقليم لا اكو شويه صعوبه انه تلقين خياطين ماهرين وهاند ميد. فانه نستعمل انه نشتري اقمشه ونحفر النقشه اللي نريدها ونضيفها على الملابس يعني. حلو. طيب ساره لحد الان كم فستان نفذت يعني سويتيها وصممتيها؟ والله هوايه، اللي مصمم وما منفذ بالمئات، والمنفذ بالخمسين او ستين قطعه يعني منفذين كتصميم كفكره. كفكرة مو الانتاج. ايه حلو. طيب ساره مثلا حابه تسوين انه عرض ازياء مثلا او شيء بهذا المجال، شنو طموحك له؟ اكيد نحب نسوي، احنا سوينا يعني شاركنا بعرض الازياء بدار الازياء العراقيه، اكيد نحب نكرر هالتجربه مره ثانيه، ممكن يكون عرض خاص ويشمل كولكشن اكبر من هيجي ان شاء الله بالمستقبل. ان شاء الله. طيب خلي شوي نرجع على مجال الرسم اللي هسه يمكن الكثير من البنات او الاطفال يحبون يتعلمون الرسم، انت اليوم همينه ممكن تعطين يعني دورات تعليميه للي يحبون يتعلمون هيجي نوع من الفن والرسم؟ والله هو اكو دورات غيري يعني او زملاء فاتحين ببغداد او نعم. بالاقليم، بس انا كفكره بهيك شيء ما اعرف، ممكن يصير بالمستقبل. ممكن بالمستقبل. بس انا كموهبه يمكن مبادئ الخطوط الاكاديميه اللي دارسين فنون جميله نعم انه يدرسوها.
اي فعلا، لانه احنا دا نفتقر حاليا على هيك لوحات اللي دا نشوفها بالقصص والكتب، يعني والكتب صح. ماكو ما دا نلاقيها بصراحه، يعني اللي دا نشوفها احنا قبل شايفيها، يعني مثل هسه هاي الصوره ايش قد تشوفيها قديمه كانه من كرتون، يعني كرتون يعني فعلا. هذا الشيء احنا هسه حاليا ما دا نشوفه، كله صور مطلعين مثلا من الانترنت وناسخي كوبي بيست وحاطين بالقصص او الكتب. بالضبط صحيح. حلو. طيب ساره خلينا نحكي شويه عن يعني التصميم، يعني احنا قلنا انه انت حابه ان شاء الله يكون عندك ممكن همينة عرض ازياء ثاني، حابه تطورين اكثر من هذا الموضوع. انت ذكرتي انه انت ترسمين همينة على الفساتين، هذه يعني الرسم على الفستان يكون صعب سهل؟ شنو الرسم اللي رسمتيه مثلا عليهم؟ هي هل كان اكو مثلا فكره بس وحده لموضوع معين؟ لو عاده ترسمين يعني يحبون الناس هذه الاشياء؟ اكيد يحبون. طريقه هاي اكيد احنا تعلمتها انه شلون نثبت اللون على القماش، صعب مو سهل اكيد. حلو. زخارف اني ابتكرها والوان دمج الوان معينه نضيفها على القطعه حسب ما يتناسب ويا لونها وديزاينها اكيد. عشان كذا طبعا افكار كلش حلوه، والشيء انت تقدمين الكل يحبه، خاصه البنات المحجبات يمكن مثل ما ذكرتي ما يلقون هوايه يعني اختيارات لهم. فعشتي شكرا لوجودك معنا، نورتينا اليوم، كل التوفيق. وانا كل السعيده باستضافتكم على قناه تجنن. اهلا بيك. شكرا. اهلا بيك.